لو هكدب على سهى فاني يعني اكني بجاملها في حاجه يعني. هقول سهى ايه ده، سهى بلسم، عمرها ما زعلت ولا عمرها قلبت وشها ولا عمرها اتضايقت ولا عمرها زعلت واحنا مش عارفين مالها، ولا عمرها مودها كان وحش واحنا مش عارفين في ايه، ولا مين عمل ايه، ولا عبده ايه، ولا حصل ايه، ما فيش يعني. بلسم سهى دي ما بتضايقش خالص ولا قمصه خالص خالص. لو هجامل بوب واقول له حاجه هقول له انت شخص هادي جدا وعاقل جدا ودايما بيبقى رايك فيه رزانه كده وبتقعد في المكان ما بتتحركش ويعني مثال للهدوء والوقار، وكمان هقوله ان هو مسمسم يعني، دي برضو من الحاجات اللي ممكن اجامله فيها. انا لو هجامل لينا واحنا قاعدين في البريك بتاعنا وبناكل وكده، لا ايه ده يا لينا ما شاء الله الله اكبر، خدتي حته كوكو واحده النهارده وبتاع ما شاء الله خسه والدنيا وبتاع، بقيتي ظابطه الدنيا في الاكل خالص، ايه ده في حاجة غريبة النهاردة ما شاء الله عليكي، اتغيرتي خالص يا لينا، اتغيرتي حبيبتي اتغيرتي. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليل دي أو غم وعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك، عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل اللي بيتفرج على قناة اي تي سي وبرنامج عيش سعيد، يا رب دايما سعدة بكل حاجة بتحصل على اي تي سي وبالشكل الأصح والأخص برنامج عيش سعيد. عايزينكم انتوا يعني دايما البرنامج ده تركزوا عليه زيادة عشان بيحصل فيه حاجات احنا نفسنا مش عارفينها، بس هي بتبقى حلوة يعني، ما بتبقى طاقة كده، هي بتيجي كده، بتبقى مساء الخير مساء الخير، مساء الفل مساء الفل مساء الفل مساء الفل مساء الجمال مساء الفل عليكم يا جماعة، بجد منورين، ويا رب كده البرنامج يكون بيعجبكم، بنيجي كده نفصل شوية كده ونفرفش نتجنن ساعات، نتكلم بجد ساعات، نلعب شوية، فالميكس اللذيذ ده يا رب كده يكون بيعجبكم، وطبعا احنا بنفكركم بنكون معاكم كل يوم من الخميس للحد الساعة 3 والإعادة الساعة 2 بالليل، ولو فاتك كل ده تقدر تتفرج على حلقاتنا بتبقى موجودة على اليوتيوب. ازيك يا سوسو؟ الحمد لله الأول كله تمام. الأول عايزة أمسي على كل اللي بيشوفونا، ويا رب زي ما لينا بتقول كده دايما سعدة ودايما فرحانين ومبسوطين، والنهاردة طبعا في حلقتنا بيكون فيها زي ما انتم متعودين شوية لعب كده، وهنلعب ونسأل بعض اعرف صاحبك، اللعبة اللذيذة اللي احنا بنقعد ننكش فيها بعض، وكمان هيكون معانا موضوع هنتكلم فيه النهاردة وهو موضوع الكذب، بيتقال فيه كذبة بيضة، خلونا كده بقى نشوف ونعترف مين فينا بيكذب كذبة بيضة ومين فينا في كذبة اسكندراني. حلوة اللي بعده اللي بعده اللي بعده، سريع سريع. اصلا في حاجة اسمها كذبة بيضة، يعني الكذب فيه الوان، يعني فيه ابيض وفيه اسود، ولا فيه كذبة اسكندراني زي ما قال بوب، ولا الكذب كذب؟ ده اول موضوع هنتكلم فيه النهارده، ده هنتناقش فيه، المفروض احنا الثلاثه وربنا يستر ربنا يستر، يبقى في خناقات في عركه، هتقوم عركه دلوقتي. كمان عندنا موضوع لطيف جدا، وده اللي هننزل ندردش فيه بس بره الاستوديو، هنتكلم في موضوع لطيف قوي، في حاجات كده يا جماعه بعد ما جربناها وقلنا ايه ده اوكي ما تيجي نجربها، وعارفه الاكسايتمنت كده ان انا عايزه اجرب الحاجه دي، بعد ما جربناها حلفنا وقلنا والله ما هنجرب الحاجه دي تاني وعمرنا ما هنكررها تاني، زي مثلا الاكزامبل دلوقتي اللي جه في دماغي مثلا السوشي، ناس كتير دلوقتي السوشي بقى من اهم المطاعم ومن اغلى الاكلات، الناس كلها بتروح عشان تاكلها، نخرج كلنا في الويكند عشان ناكلها، فاول مره في ناس اول ما جربتها قالت لا لازم اجرب وكده، واول ما جربت حلفت قالت مستحيل ان هي مش هتجرب، وفي ناس حبتها السوشي ده تاني، وانا احنا بنتكلم عن الحاجات اللي جربتيها ومستحيل تجربيها تاني. طب يعني انا في حاجه نفسي اجربها ومش هجربها غير مره واحده، اللي هي اللي بينطوا من الطياره اسمها ايه؟ سكاي دايفنج. سكاي دايفنج. سكاي دايفنج. انا لسه ما جربتهاش ونفسي اجربها، وعارفه ان انا لما اجربها اضرب نفسي 100 جزمه. متاكده. 100 جزمه مش هعملها تاني. وكالعاده برضو الفقره الاخيره عندنا دايما بيبقى عندنا ضيف. مين الضيف؟ ايه الضيف؟ ليه الضيف؟ اشمعنى الضيف؟ راح منين الضيف؟ جه منين الضيف؟ ايه حكايه الضيف؟ ده اللي احنا هنعرفه لما تيجي الفقره دي. هنشوف. انت عامل مفاجأة يعني. اي احنا ما تعرفيش بقى هي مفاجأة مش مفاجأة، على حسب هي ظروفنا جت ازاي. طيب خلونا نطلع لفاصل ونرجع على طول عشان نكمل حلقتنا.